مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نغترف فيه من حكاياتها ونسلط عدستنا على قضاياها، فأهلا ومرحبا بكم. تابعوا تشاهدون في هذه الحلقة: السياحة في اليمن نشاط متوقف وحلول غائبة، المعلى ميناء عدن الأول ومرسى السفن التجارية. الآن ما زلنا نقدم مسرح شكلي، نقدم مسلسلات. الدراما اليمنية حضور محدود يفتقر لمقومات المنافسة. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقراتنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة وجولة إخبارية سريعة. سيرت الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المؤقتة عدن الدفعة الأولى من المعونات الطبية الكويتية لمحافظة مأرب، وتقدر المعونات ب15 طناً من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية. وصلت إلى ميناء عدن 4 حاويات محملة بمعدات مشاريع مياه ممولة كويتياً بأكثر من 138 مليون ريال، ويستفيد من هذه المشاريع 10,000 مواطن في مناطق فقم، عمران وصلاح الدين بمدينة البريقة. استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملية ترميم مدرستين دمرتها حرب ميليشيا الإنقلابيين في منطقة الوهط بمحافظة لحج. الهيئة الإماراتية وفي إطار دعمها المتواصل لقطاع التعليم في اليمن، قدمت أيضاً 200 لوحة تعليمية ستخصص للمدارس في المنطقة. سواح ماشي في البلاد، مشهد قلما نراه وعبارة كدنا أن ننساها، فالسياحة متدهورة بسبب الظروف السيئة التي تعيشها بلادنا. كانت مدينة عدن وجهة سياحية لمن أراد قضاء إجازة سعيدة، لكن حرب ميليشيا الإنقلابيين في عام 2015 حولتها إلى مدينة أشباح ودمرت مقوماتها السياحية ومنشآتها الفندقية. قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة للحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على عدن. دمروا كل شيء جميل في عدن من ضمنها المنشآت السياحية. عندما ينزل أي شخص مع أولاده وأسرته يحصل صعوبات في التنقل بسبب الفنادق المخربة وبعض الشقق اللي هي ليست جاهزة بسبب الحرب اللي يعني هدمها الحوثي وأعوانه وعفاش، وهذا ما صعب على بعض السواح أن يأتوا إلى عدن بسبب هذه الظروف التي تمر فيها البلاد بسبب الحرب. الزائر اليوم لمدينة البحر والجبل لم يعد يجد فيها مقومات السياحة التي كانت تستقطب فقط خلال إجازتي عيدي الفطر والأضحى سنوياً أكثر من 1.5 مليون زائر. أهم شيء في السواحل الظلات، لو كان في ظلات يعني العوائل يجوا برود، أكثر العوائل يجوا بالظهر بالحمام ما في شيء برود يرجع يروحوا. النظافة بشكل عام يعني هنا الساحل كله مش نظيف، يا ما فيش خيام، ما فيش أي يعني خدمات السواح بالأخرى يعني. تشتكي عن من؟ جيت كلمهم ما فيش فايدة، والآن البحر بيقلب شمال يعني أخطر الشهور هذه، والناس بيغرقوا وبيموتوا وما فيش معهم حتى وسيلة إنقاذ بالبحر. في هذا المكان كان الناس يوما لا يجدون متسعا للمكوث من شدة زحام الوافدين إليه، أما اليوم فملامحه الخاوية هذه تشكو غياب الزوار إلا من قلة وجدت في أمواج البحر ورماله الذهبية ما يروح عن النفس وإن كانت تقضي وقتها تحت حرارة الشمس الملتهبة. كان هذا الساحل ما يفرغش من البشر، والحين شوف قدامك إلا أيام الحمى، هذه الأيام ما تقدر تمشي بالساحل. الآن الناس بتجي على إيش؟ على حاجة ما يلاقوش ظل. أكثر من عام على تحرير عدن والنشاط السياحي متوقف ولا بوادر لإعادة تفعيله، فالمدينة التي تمتاز عن غيرها من المدن الساحلية بمناخها الشتوي فقدت بفعل الحرب مظهرها الجمالي ونشاطها السياحي، وهي من كانت تشكل رافدا اقتصاديا للوطن والمواطن. عدن كانت سياحية، كان الناس ينزلون من صنعاء، ينزلون من تعز، ينزلون تيجي من مناطق حتى مناطق أجنبية، يقول عدن
علشان البحر، علشان المنتزهات، علشان الحدائق، علشان الآن نفتقر لكل حاجة هذه، ما فيش أي حاجة. لا تحتاج هذه الاستراحات والمنتزهات إلى الكثير من المال، فعلبة طلاء وقليل من الترميم كفيل بإعادة رونق المدينة وإنعاش النشاط السياحي فيها من جديد. كثيرة هي مسببات تراجع النشاط السياحي في عدن، جلها مرتبط بالوضع السياسي الذي تمر به البلد وما ترتب عليه من غياب الأمن والاستقرار وتدهور الوضع الاقتصادي وتوقف النشاط الاستثماري. كله يعتمد على الأمن، إذا توفر الأمن يعود النشاط كامل بالنسبة للشواطئ وللمنتجعات الطبيعية، لكن بالنسبة للمنشآت لابد من إعادة إعمارها. إعادة إنعاش وتطبيع الحياة السياحية في عدن لم يعد مطلبا شعبيا فقط، بل ضرورة ملحة ومسؤولية حكومية تجاه وطن مدمر وشعب فقير. مرحبا بك معنا المهندس غسان مسعود الزامكي، وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية في محافظة عدن. مرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي سوف نناقش فيه مشكلة انهيار السياحة في الوطن ككل وفي عدن خاصة. بداية، كيف هي السياحة اليوم في عدن؟ طبعا الكل يعلم ما تمر به البلاد وما مرت به عدن قبل حوالي ما يقارب السنة. عدن مرت بحرب ضروس، هذه الحرب دمرت البنى التحتية في المحافظة، دمرت السياحة، دمرت كثير من المنشآت، جعلت عدن لا تستطيع أن تقوم بأبسط المقومات. وكما هو معروف أن موضوع السياحة يعتمد أساساً على البنية التحتية في جميع المناطق السياحية، سواء في السواحل، سواء الفنادق، سواء الأماكن الترفيهية، سواء الحدائق. فالذي كان يأتي إلى عدن، كانت عدن هي المنطقة السياحية رقم واحد في البلاد، فرنسا اليمن، البعض كان يلقبها بفرنسا اليمن، باريس اليمن. نعم، لكن ما حصل في عدن كما أسلفنا، والهجوم الوحشي من الانقلابيين على هذه المحافظة فدمروا البنية التحتية للسياحة، لكن عدن بدأت تستعيد عافيتها رويدا. لو نزلت إلى الشواطئ سوف ترين أن الناس الشواطئ مليئة بالزوار، جميع الأماكن خاصة في هذا العيد بدأت الحياة تعود، السياحة سوف تعود بشكل كامل، لكن تريد لها طبعا موارد، تريد لها ميزانية. عجلة التنمية تسير ببطء شديد، علاوة على أن كل الناس الموجودين الآن في السواحل هم يمثلون السياحة الداخلية، لكن نحن نتحدث أيضا عن السياحة الخارجية، هي فعلا هي لم تتضرر فقط ولكن نستطيع أن نقول أنها انهارت. أكيد طبعا انهارت، لأنه السياحة الخارجية لن يأتي أحد من خارج المحافظة إلا وهو يريد منشآت فندقية، منشآت ترفيهية، منشآت على مستوى عالي، خاصة في السواحل، في الحدائق، في جميع المواقع التي كانت تشتهر بها عدن. لكن نحن نقول أنه بداية الخير قطرة، إن شاء الله بوجود الحكومة في المحافظة بدأت الحكومة تتلمس أوضاع المواطنين، تتلمس المشاكل، اجتمعت بكثير من المكاتب التنفيذية ومنها مكتب السياحة، وموجود لدينا وزير السياحة الآن في من الحكومة موجود. بالتالي إعادة السياحة لابد من ترتبط أساسا بإعادة المنشآت السياحية، برصد موازنات لمكاتب السياحة، لجميع الموظفين الذين كانوا يقومون بالترويج بعمل أشياء كثيرة في مكتب السياحة في المحافظة. البعض يقول أن مناقشة قضية السياحة وانهيار السياحة هو من الرفاهية وهناك أولويات أخرى للوطن ولعدن خاصة، ولكن السياحة تعتبر رفد ويعني جانب مهم عائد مالي على عدن وعلى اليمن بشكل عام. كيف شكلت السياحة في فترة من فترات عدن رفد مالي لليمن؟ طبعا السياحة معروفة في كل العالم أنها رافد أساسي للموازنة ولخزينة الدولة في أي مكان، بالتالي كانت السياحة في محافظة عدن مهمة جدا، لأنه لو لاحظتي جميع المنشآت التي في المحافظة وجميع السياح الذين كانوا يأتوا للمحافظة، طبعا هم يذهبون إلى المنشآت الفندقية، يذهبون إلى المطاعم، يذهبون إلى السواحل، إلى الكافيتيريات، إلى الحدائق، بالتالي هذه كلها مصادر إيراد تعود مرة أخرى
وترفد موازنة الدولة. يعني نستطيع أن نقول أن الدولة قد خسرت ملايين ومليارات من جانب السياحة بسبب هذه الحرب. طبعا موضوع السياحة كانت ترى ليست عندي أرقام دقيقة طبعا الآن، لكن موارد ممتازة كانت تصل للمحافظة من الجانب السياحي، وبالتالي كما خسرت المحافظة كثير من الموارد وكثير من المنشآت ومن البنية التحتية، أيضا تعتبر فقدان المنشآت السياحية والموارد السياحية خسارة كبيرة على المحافظة. هل هناك الآن خطة تدرس وتدارس لإعمار وإنشاء السياحة مرة أخرى من جديد في عدن، ولو على الأقل السياحة الداخلية، يعني إصلاح السواحل، بناء نوادي من جديد، خاصة أن هناك نوادي قد تضررت بسبب الحرب وبسبب القصف؟ طبعا هناك خطة تم الاتفاق معها مع بعض مدراء والمديريات في هذه الأيام، خاصة في أجواء العيد، أن يتم أولا تحسين المنظر الجمالي لبعض السواحل، تحسين مواقع الخدمات خاصة كعمل إسعافي أو كعمل مؤقت، إلى أن يستعيد مكتب السياحة في محافظة عدن عافيته، وإلى أن تستعيد المحافظة عافيتها بشكل كامل، وبعدها سيتم عمل تأهيل متكامل لكل المنشآت السياحية، سواء في السواحل، سواء في الفنادق، سواء في كل المناطق التي كان الزوار والسياح يأتونها في محافظة عدن. هناك ميزانية مرصودة لهذه الخطة؟ الميزانية سوف ترصد طبعا، كما تعلمون أنه الحرب التي قامت على المحافظة وما قامت به أو ما قام به الإنقلابيين في صنعاء من خلال توقيف جميع الموارد لجميع الوزارات، وكانت السياحة واحدة منها، بالتالي وتوقفت جميع الموازنات. الآن بوجود الحكومة سوف يتم بإذن الله رصد موازنة جديدة ورصد إجراءات جديدة لكي تعود وكي يمارس مكتب السياحة مهامه على أكمل وجه في الفترة القادمة بإذن الله. بإذن الله. مبنى مكتب السياحة قد تضرر تضررا كبيرا بسبب الحرب، ونحن نعرف الآن أن هناك مبنى آخر سوف يتم بناؤه، هل هو نفس المبنى سوف يعاد ترميمه أم سوف يكون هناك مكتب جديد ومكان جديد؟ والله إحنا الآن ندرس التكاليف، تكاليف الترميم. كنا قبل فترة مع مدير عام السياحة ورفع لنا تكاليف الترميم، لكن ترميم المرافق الحكومية خاصة نحن الآن قادمين على مشروع إعادة الإعمار، الأولوية في المشروع هي للمباني، للمواطنين، مساكن المواطنين، لكن موضوع تحديد الأولوية هل يتم ترميم المبنى أو مبنى آخر سوف يتم حسمه بإذن الله مع وزير السياحة في الأيام القادمة. الآن نحن على مشارف العيد الكبير، يعني العيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك، ناقشنا سابقا موضوع المتنفسات والحدائق التي أصبحت غير متواجدة في عدن. الآن هل هناك مثلا سوف يأتي عيد الأضحى وهناك متنفسات وحدائق قد تم ترميمها وتم الاستفادة منها؟ كما أسلفنا من قبل أن هناك خطة سوف تكون وسوف تدرس، وكانت من سابق لدينا خطة تبع الهلال الأحمر الإماراتي، تكفل الهلال بتأهيل تقريبا ما يقارب 16 حديقة، لكن الموضوع هذا توقف، ونحن الآن نحاول أن نعيد حركة تمويل تأهيل الحدائق وتأهيل المتنفسات، سواء كان عبر التمويل من الهلال الأحمر الإماراتي أو عبر المحافظة. نحن في التواصل مع مدير عام صندوق التحسين في المحافظة ومسؤول الحدائق، وإن شاء الله قبل أن يأتي العيد سوف تكون هنا خطة متكاملة لتأهيل الكثير من المتنفسات والكثير من الحدائق حتى ينعم الناس ويكون العيد عيد الأضحى أفضل بكثير بخدماته مما حصل عليه الناس في عيد الفطر. ما الذي يحتاجه قطاع السياحة بشكل عاجل ومتى سوف يبدأ التنفيذ؟ أنا لا أستطيع أن أعطيك الآن فترة محددة للبدء بالتنفيذ، لأنه هناك أولويات في المحافظة، كما تعلمون أنتم هناك أولويات في الكهرباء، في المياه، في إعادة المساكن المهدمة، بالتالي موضوع السياحة تقريبا سوف يكون له شق آخر من خلال الاتفاق مع وزير السياحة في تمويل المنشآت السياحية وتمويل المناطق التي تحتاجها محافظة عدن لإعادة رونق السياحة ولإعادة الصورة الجميلة التي كانت عليها. لكن إن شاء الله نحن نقول أنه خلال هذا العام سوف يكون هناك حل وسوف يكون عودة للنشاط السياحي وللجانب السياحي في محافظة عدن إن شاء الله، نرجو ذلك. المهندس غسان مسعود الزامكي، وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية، كنت معنا بهذا اللقاء، شكرا لك.
شكرا لكم على هذه الاستضافة. مشاهدينا، عادة ما تأتي الحرب على الأخضر واليابس، ومن هيار السياحة في عدن إلا نتاج من هذه الحرب. المعلا هي إحدى أكبر مديريات محافظة عدن وأجملها وأقدمها، وهي سطور بين ثنايا تاريخ اليمن السعيد. كيف الحال سال عن أحوالي، انت دي شغلت البال، من غيرك شغل بالي شغل بالي. اسألي كيف الحال سال عن أحوالي، انت دي شغلت البال، من غيرك شغل بالي شغل بالي. المعلى القلب النابض للعاصمة عدن. بحر يحيط به جبل تتوسطهما مدينة تتوافر فيها كل مقومات الحياة. تسمية المعلى جاءت من يعني معنى مثل ما كان يعني يتعامل به بعض السكان سواحل شرق أفريقيا عندما يتجهون إلى عدن، كما تشير بعض المصادر إلى أنهم كانوا يطلقون معهم معك الله، ونتيجة لتطور الكلمة والانتقال إلى نفس هذا المكان بدأت الكلمة أو تتحرف هذه الكلمة، فأصبحت مع المدى تتحول إلى المعلى، وأصبح يطلق على هذه المنطقة المعلى. شيدت المعلى في منتصف القرن الماضي بملامح أوروبية يوم أن حظيت باهتمام المستعمر البريطاني الذي أدخل عليها تحديثات تواكب التطور العمراني، الأمر الذي أهلها لأن تكون الميناء البحري الأول بدلاً من صيرة، لتصبح بعدها مرسى السفن القادمة من آسيا وأفريقيا. اضطر السلطات البريطانية وتحديداً في عام 1847 إلى أن تفكر في نقل ميناء عدن إلى الجهة الغربية، وخاصة إلى مديرية أو إلى منطقة أو حي مثل ما أطلق عليه في هذه الفترة، حي المعلى. فبدأت وضع بعض الأساسيات لأجل أن يتكون هذا الميناء في هذه المنطقة، خاصة وأنهم رأوا بأنه هو المكان المناسب والصحيح لاستقبال السفن الكبيرة، وأيضا عمق البحر يناسب السفن أيضا الجديدة. وبدأت عملية التطور من أجل أن يصبح المعلى هو الميناء الأساسي والثاني بعد ميناء كريتر، نتيجة للخصوصية الذي رأوها في هذه المنطقة أو هذا الحي. تمتد المعلى بمحاذاة البحر غربا من دكة الكباش مرورا بجبل حديد، وتنتهي حدودها في جبل حجيف، وتمتد من البحر شمالا نحو منطقة القلوعة والشيخ إسحاق على راحة جبل شمسان. في أوائل خمسينيات القرن الماضي تغير وجه المدينة تماما، حيث تم ردم مساحة من البحر وشق أطول شارع في عدن، وبني على ضفتيه مبان حديثة لاستيعاب عائلات الجنود البريطانيين، ويسمى الشارع اليوم شارع الشهيد مدرم أو الشارع الرئيسي. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت مسألة التفكير من قبل السلطات البريطانية بوضع يعني تخطيط منظم لبناء هذه المديرية بشكل مرتب، وبشكل أيضا يعطيها نورة خاص بما يتواكب والمدن العالمية. فتم وضع حجر الأساس وأيضا الخطط لإقامة ما يعرف اليوم بالشارع الرئيسي في المعلى، وأيضا الشوارع الخلفية.
وما يعرف اليوم هو ايضا بشارع مدرم، وفعلا بنيت هذه بني هذا الشارع بشكل منظم وبشكل مرتب، ووصل فيه يعني المبنى الواحد الى ما يقارب من 9 طابق، يعني ما يقارب من 24 شقة في العمارة الواحدة. ويعتبر شارع مدرم أحد المعالم العصرية في عدن، بناياته التي شيدت بشكل هندسي متراس شبيه بأبنية المدن والعواصم الأوروبية، وصمم بدقة وتناسق عمراني فريد. الميزة في ما بني في المديرية المعلى أو حي المعلى مثل ما كان يطلق عليه في فترة السيطرة البريطانية، هو أنه بني على الطراز الأوروبي، لم يخرج عن الطراز العربي ولكن على الطراز الأوروبي. فهذا طبعا الأمر هو الذي أعطى لهذه المديرية خصوصية خاصة ميزها عن باقي المديريات. من الدكة إلى شارع مدرم والكبسة وحافون، كأنك تعبر ممرات تنقلك من زمن لآخر في رحلة جمال داخلية. وعلى جنبات الطرق يتراءى لك جبل شمسان، وقد أحاط بالمدينة كحارس وفي لا يبارح مكانه. هذه المديرية أيضا احتوت الكثير من الأجناس والكثير أيضا من الشعوب التي وفدت على عدن وعلى المعلى بحكم أهمية الميناء وتفاعل الميناء مع باقي الموانئ المحيطة بعدن، الذين استقروا في هذه المنطقة وبدأوا يشكلوا عبارة عن وحدة اجتماعية مترابطة حوتها هذه المديرية التي بنيت بذلك الطراز الأوروبي الجميل الذي تميزت به. هي مدينة التعايش إذن، تؤمن بالتعددية الثقافية ولها رواجها الدولي اكتسبته من مينائها وكنزها الفريد، فكانت الجوهرة المتلألئة في تاريخ عدن الزاهرة. الحضارة هي الدليل على وجود الإنسان وتأديته لرسالته في تعمير الأرض، فلنحافظ على حضارتنا ليبقى وجودنا. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم الأستاذ الممثل المسرحي هاشم السيد، نقيب نقابة المهن التمثيلية في عدن ومدير إدارة الثقافة في المعلى. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا أستاذ. بداية نتحدث عن بدايتك الفنية وشعورك وأنت تقف لأول مرة على خشبة المسرح. يمكن هذه كانت متى 73 74، كنت كومبارس عسكري مع جميل محفوظ في المسرحية، والحمد لله يعني بدأنا من تحت ومشينا مشينا مشينا وتعلمنا من أساتذة حقيقيين في فن التمثيل في فرقنا المسرحية المتواضعة، حتى وصلنا إلى المسرح الوطني ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله. كيف كان إحساسك بداية وأنت تعتري خشبة المسرح وترى الجمهور، يعني مئات الأشخاص يشاهدونك مباشرة؟ في ذاك السن كنت أنا يعني 17 سنة 16. هل كان يحركك الاندفاع وال هو الشباب فقط؟ يعني دخلت فرقة الرقص وبعدين تحولت إلى فرقة حتى وجدت نفسي في مسرح الآمال سابقا، المسرح الطبيعي الآن، واشتغلنا معهم الحمد لله، مشينا معهم وهوينا المسرح، يعني لأنه فن التمثيل فن غير عادي، وإن مارسته بجدية ومارسته بحب يعطيك تحس نفسك تتنوع كشخصية ونفسيا، تتنوع في كل الحالات، تستطيع أن تخرج من أزمات الزعل والتعب والغضب إلى الفرح ببساطة. هذا يمكن اللي تعلمناه وانعكس على حياتنا العادية، يعني فأصبح هذه التمارين عادية، يعني يعطيك ريلاكس والتحكم بالشخصية، فكيف تتقمص هذه الشخصية
في حركته، في كلامه، في طريقة نطقه، وتتخيل هذه الشخصية قد تكون من العدم. فالتمثيل فن جميل وتستعمل، شوف عندنا يمثلوا حتى الأطفال في ألعاب تمثيلية، فتلاقي اللي يلعبوا البيت أنا ما كنت وأنت بنتي وأنت. فالتمثيل شيء فطري. أستاذ هاشم، مثلت في العديد من المسرحيات، من مسرحية الفراشة ومسرحية جبارة والعاشرة ليلا ويموتون غرباء، السندباد البحري، أبو الهول الحي، قلادة الثورة، العديد من المسرحيات يمكن أنا لما جيت أقرأها تجاوزت تقريبا 30 مسرحية. اليوم يعني عندما تنظر لكل هذه الأعمال المسرحية، ماذا تشعر حيال وضع المسرح اليوم في عدن؟ المسرح طبعا ما سأت داخل عدن، لأنه ما فيش من مؤسسة دولة تحتضنه. عانى من زمان يعني من قبل التشطير يعاني المسرح، ورغم أنه كنا نلاقي فرص هذه الأيام، لكن الآن يعني ضاع المسرح. في مواهب، في فرق، في شباب يحاولوا أن يوجدوا المسرح. المسرح شباب، حيث ما وجد الشباب يوجد المسرح. فالشباب الآن يعني صراحة طموحين، يعني قدمت مسرحية الآن. هل ترى بأن هناك مساعي من سواء من الشباب أم من الجيل الماضي، يعني من جيلكم، بإعادة المسرح من جديد وإعادة روعة المسرح وما كانت المسرح في عدن؟ في تقديم مسرحية، أنا ممكن أرجع عودة المسرح. لكن تقديم مسرحي من دون خشبة مسرح؟ المسرح برمجة، تخطيط، في مؤسسة عامة اسمها مؤسسة المسرح والسينما، مؤسسة كاملة. في معيش إدارة المسرح داخل الثقافة. صحيح، لكن أيها. ليس لها دور ملموس داخل عدن. ما فيش دور ملموس. ولا في الجمهورية اليمنية بشكل عام. ما فيش حتى في الجمهورية اليمنية على مستوى الوزارة. المسرح عبارة عن شكل. الثقافة بشكل كلها بشكل عام هي عبارة عن شكل. مشان نقول نحن والله دولة متقدمة، معانا مسرح، معانا موسيقى، معانا فرق، معانا كمان مغنيين عازفين. صحيح. لكن في الحقيقة والعمل السنوي والبرمجة والشغل مش كل. انتقالا إلى الأعمال التلفزيونية الدرامية والتي مثلت فيها العديد من المسلسلات، كان آخرها أبواب مغلقة، أين ترى الأجمل؟ يعني هل التجربة المسرحية كانت أفضل من التجربة التلفزيونية أم لا؟ أعتقد أنه فنون المسرح، التلفزيون، الإذاعة، السينما، كل فن له خصائصه وله عالمه، بس يظل المسرح هو الأب، هو الشكل الجميل الذي تلقى جائزتك في لحظتها. إن أسأت أو أحسنت فالجمهور أمامك وأنت أمامهم. من المسلسلات التي مثلتها أستاذي شر البلية وكيني ميني وموال الصمت، الإعصار، الدرس الصعب، المدن اليمنية وأصداف والوجه الآخر، وهناك كذلك العديد من المسلسلات. أي من هذه المسلسلات أعجبتك أو الشخصية التي تقمصها هاشم السيد؟ يمكن كل أنا ما عنديش مسلسل معين، أنا كل شخصية أبدأ في بهجوة وأتعب وأقدمها، لأن أنا أبحث عن رضا الناس وما يحبه الناس وما ترضيني أنا الشخصية كممثل. فلما أقدمها ألاقي استحسان، ألاقي ناقد، ألاقي. بس بالأخير أنا الحمد لله إلى الآن، كان في المسرح، كان في التلفزيون، مقدم شخصيات. الشخصية اللي تهواها، هل شخصية شريرة ولا شخصية طيبة؟ أنا طيب في طبيعي. لكن أحياناً أغلب الممثلين، يعني هناك الكثير منهم التمثيل، يحبون أن يمثلوا عكس شخصيتهم. هو أنا أمثل الشخصية مش الشخصية تمثلنا، فأنا لما أمثل الشخصية حتى وإن كان طيب هذا محمد المليجي قمة من القمم العربية، كان أطيب رجل هكذا يقال عنه، بس كان يمثل دور الشخصية وينظر بس. يعني أنت تحب، يعني هل هناك الآن في شخصية معينة أنت تتوق إلى أن تمثلها ولم تؤديها بعد؟ أو دور شخصية معينة؟ شخصيات كثيرة أتمنى أمثلها. مثل إيش؟ مثل بايع متجول، مثل رجل وصل إلى كل شيء في الدنيا هذه وفاقد السعادة وفاقد. في أدوار كثيرة عاد إحنا ما وصلنا عليها لأنه ما فيش استمرارية عندنا. إحنا إلى الآن ما زلنا نقدم مسرح شكلي، نقدم مسلسلات شكلية، وإن كانت الآن بدأت تخطو خطاء جميلة وتدخل على الناس في بيوتها في مشاكلها. إن شاء الله الاستمرارية فقط. ولا الدراما اليمنية، يعني تشعر الآن الدراما اليمنية أصبحت بدأت تحاكي الواقع بشكل كبير؟ نعم، أنا أجزم على هذا، لأنه حديث الناس الأخذ والرد، المناقشة،
السؤال والجواب من مواطنين بسطاء، ناس بسطاء، عجيز، شيوبة، شباب، أطفال، فهو يتابع. خاصة أن المشاهد اليمني يفضل أن يشاهد البرامج أو الدراما اليمنية أكثر من غيرها من الدراما. أنا لاحظت هذا أنه في تعصب، في عنصرية، الناس يستحقها، ولكن الإنتاج هنا ضعيف. الإنتاج يكون ضعيف. أيوة، لأنه في عندنا قضايا، الناس خلاص ملت من مسلسلات برا. يعني أنت ترى أن هناك مستقبل للإنتاج الدرامي أو الدراما داخل اليمن إذا كان هناك إنتاج قوي؟ الأرضية موجودة، الفنان موجود، ولكن الإنتاج يظل هو العصب أو وصلة الهمزة اللي بيننا وبين الجمهور. فقليل من الإنتاج تظهر أعمال. نحن نظهر بأعمالنا، بس وإن كانت أعمالنا إنتاجها خفيف، لكن في الأخير هي تقدم وتحاكي الواقع. كنا أول شطحات معنا نروح لشكسبير ونروح له. الآن الحمد لله يعني ارتبطنا بالناس. اشتركت في العديد من المهرجانات، منها مهرجان المسرح في القاهرة، ومهرجان المسرح العربي في عمان وفي دمشق وفي بغداد كذلك. كيف تشعر الآن وأنت لقيت كذلك العديد من الجوائز كأفضل ممثل داخل اليمن؟ الحمد لله. يعني أنا يمكن ممثل، يمكن لأن أنا مسكت التمثيل وحبيت فن التمثيل، ولقيت يعني حظيت بجوائز، حظيت بلفتات، وحظيت بإعجاب، وحظيت بمواقع جميلة الحمد لله. يعني ما أنه في كان جهد، وفي برضو مخرج ورانا يشتغل الحمد لله. يعني ماذا ترى في المستقبل أستاذ هاشم؟ المستقبل جميل دائما، مهما كان المستقبل يظل جميل في ظل الأوضاع التي يعيشها المواطن اليمني الآن، وخاصة الفنانين. يعني طبعا هذه أوضاع أنا أعتقد هي تأزيم وليست أزمة، لأنه هذا المواطن يعني أوضاع مفتعلة ومتعمدة. مفتعلة أوضاع المواطن هذا بحاجة إلى أن يخرج من ذاته. ما هي الأغنية؟ ما هي الحفلة الموسيقية؟ هي ترفيه على الناس، هي أن تخرج الناس من هذه الأزمات. أصبحت الناس طماط بطاط، ما فيش راتب، في راتب، استوى ما استواش، الناس مش خارجة. حتى التلفزيون أصبح شحن، برامج خبرية، برامج استوى وقع. الناس ما عندهمش المنفذ اللي يخرجهم على الأقل خمس دقائق، بعد كل خمس ساعات خمس دقائق إيش هم هو. فهنا رغم أن الواقع يطالب بحنا بهذا، بس ما تدريش يعني. التجربة الإذاعية التمثيلية كيف وجدتها الأستاذ هاشم؟ أجمل تجربة عشتها يمكن الإذاعة، لأنه فن مش يقولوا أنه بسيط وهذا، لكن عمل أنا قدمت كثير في الإذاعة. لا، التمثيل الإذاعي قد يكون أصعب. التمثيل الإذاعي يمكن أنا بدايتي كانت في الإذاعة، وبعدين مشيت الحمد لله قدمنا أعمال جميلة، والتمثيل الإذاعي واصل للناس. لما واحد تمشي في مكان ما في الريف وتتكلم مع صاحب التاكسي، يسمعك واحد أعمى يقول من هذا؟ الأستاذ هاشم السيد، الأستاذ علي جافي، الأستاذ قاسم عمر، أعمى. التلفت تقول له أيوة أخي، أنا مسلسل كده ويناقشك من مسلسل. فالناس مجتمعين جيدين، البلاد هذه مجتمعين جيدين، خاصة الإذاعة. ففي ظروف يعني الناس، بس الإذاعة فن جميل وصعب. الآن بدأت تنقرض، أنا ما عاد فيش إذاعة، وما عاد فيش ما بنشكيش ولا بنبكي، يزعلوا لما نشكي ونبكي. لا، من حق المواطن يشكي ويبكي، وخاصة الممثل الآن والفنان. الفنان لأنه ضمير شعب، ضمير الشعب عندما يقدم مشكلة ويقدم مأساة، الناس تأخذ علو. فالناس برا عشان صح كلامه ونحن مديبة، فهم يعني يقدم رسالة، فهم يزعلوا الناس، يزعل الكبار. على ذكر أن الفنان هو ضمير الشعب فعلا، الآن هناك كثير من التيار من الشباب أصبحوا يبحثون عن المردود التجاري فقط، ويقدمون أعمال درامية بعضها سيئة يعني، ولكن في المقابل أيضا هناك شباب يقدمون أعمال درامية رائعة. نصيحتك للجيل القادم من الفنانين؟ شوفي، الكم يولد الكيف. فنحن بحاجة إلى الناس تقدم. الجمهور، المواطن هذا المتفرج، شوفي ذكي. شوفي واحد مسكين متواضع، بس يعرف إنك تضحك عليه أو إنك تحترم رأيه وعقله. فمن هنا، لكن أحيانا هذا ينتهي وهذا يستمر. أحيانا الكم قد ينفر المشاهدين عندما يكون تم أو يطرح طرح سيء. طبعا كل من يتحمل مسؤولية نفسه، لأنه المواطن ما عادش يخلط بين الأوراق. أول كنا لما نقدم مسرحية كده عن شكسبير ولا الناس كلها هذول شكسبير جماعة، لما نقدم قصة ناس مواطن عادي وقضية اجتماعية، الناس كلها معانا،
فهذه رأي المواطن. طبعا غياب الدراما أثر على حتى لغة الكلام. أنت لاحظت الدراما المصرية، الدراما السورية سوت لغة كلام، حتى عندنا سوت لغة كلام، بدأت ترتقي بالعلاقات البشرية بين الناس. فضلاً نسمع كلمة لو سمحت، آسف، بدأت ففي رقي الآن. والعكس كمان صحيح، الدراما عندما تقدم كلمات مبتذلة وبيئية يعني أيضاً يؤثر هذا الأمر على الجميع. طبعاً. أستاذ، هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون هناك مهرجان مسرح عربي داخل اليمن؟ ليش لا؟ إذا غدا اجتماع جامعة الدول العربية بيتم داخل الدولة القادمة في اليمن، أتمنى أن يكون بعده مهرجان للمسرح العربي في اليمن برضو، أتمنى إن شاء الله. أستاذ هاشم السيد، ماذا تأمل أنت اليوم لليمن؟ وماذا تأمل للفن والفنانين والمسرح والتلفزيون والإذاعة داخل اليمن؟ والله الأمل أن احنا نستمر، وتركيز العمل الدرامي، وتقديم مسرح. أملي أن أرى حفلة موسيقية مسرحية تعرض هنا، معرض للفن التشكيلي، معرض صور، والناس تشارك تشاهد. فبرع لما تشوفي بعض مسرحيات ممثلين كبار قالوا لنا بإحصائية أن اليمنيين أكثر ناس دخولا للمسرح. مسرحيات برع. هل هو شوق وتعطش؟ مش شوق وتعطش، يحبوا يشوفوا النجوم، وبالتالي يتعمق المسرح عندهم تلقائيا، فيجوا هنا يدوروا مسرح. فالمواطن اليمني غيور دائما. صحيح. بس الظروف العامة يعني، التخطيط، البرمجة للعمل المسرحي، لأنه المسرح والفن بشكل عام سلاح. في ظل الظروف هذه يفترض أن الفنون اللي تشتغل. السياسة ما تنفعش. الآن تسخير العمل الثقافي كيف ما أمكن. بذل المال، بذل تقديم مسرحية ليس إلى هذا الناس، وإنما إخراج الناس من هذه الدائرة اللي عايشين فيها. يمكن أنا أتكلم كلام في السياسة بس، لأن أنا فنان، والفنان هو قمة السياسة، ضمير شعب، فبالتالي ما أراه يأثر فيه. وإذا ما كنتش أنا مؤثر في هذا المجتمع أروح أقول لي أحسن. هل هناك اليوم من الأعمال الدرامية التي مثلتها وتندم عليها؟ نفس عمل أنا قدمته وندمت عليه، يمكن مسرحية أو دور في المسرحية حاولت أجامل، لكن ما كانش التأثير هذا، لأنه لما مثل بظهر هاشم السيد مهما كانت الشخصية معي. هل هناك سيناريوهات تتمنى أن تعرض عليك ولم تعرض عليك بعد؟ يا ريت، ما فيش، إن هذا النظام هلوش تعرض علينا سيناريوهات، ولكن نأمل في أن نقدم قصص يمنية لمحمد عبد الولي مثلا، للدمان، لكثير من القصص. يعني الأعمال الروائية. يعني. الروائية تحول. في قصص ممكن تتحول دراما، لكن الآن الإنتاج هو العقبة الوحيدة أمام أي واحد ممكن يكتب، ممكن يقدم. ليست هناك مناشدات لمستثمرين، لرجال أعمال داخل اليمن بأن يساعدوا في إعادة المسرح أو أن النهضة بالأعمال الدرامية اليمنية؟ هذه ثورة يجب أن تبدأ بها الحكومة، فأن تستدعي هذه الأقطاب في العمل الفني بشكل عام، وتستدعي من يحبونه ويناضلون من أجل ظهور هذا، ويكون في عمل مشترك، في فكر مشترك وطرح مشترك بين الجميع، من أجل أن تكون غيرة. اللي يبدأوا بخمسة بكرة بيكونوا عشرة، وبعد بكرة بيكونوا مية، فتطور العملية، بتشتغل الناس، بتشتغل معنا قصص تاريخ، تاريخ اليمن كبير، فيتجاوزوها الناس و... صحيح، ويستطيع كذلك يمثلها غيرنا، زي عمل درامي زي الملكة بلقيس وغيرها من الأعمال، ورسائلها. احنا أضعنا كل شيء، فنتمنى أن لا نضيع ما تبقى من الأشياء. رسالتك الأخيرة اليوم في هذا اللقاء. والله أتمنى للشباب خاصة أن يجدوا فرصهم، أن يجدوا الفرصة الحقيقية في الظهور وتقديم أعمالهم. وأتمنى أن الدراما التلفزيونية، في التلفزيون بالذات، كانت في القنوات، معنا قنوات كثيرة، فبالتالي لو قدمت مسلسلات وأعمال درامية بتنشط هذا البلد، وأنا شخصيا أحب أتفرج مسلسلات يمنية، أحب أتفرج أعمال مسرحيات يمنية، أحب، لأنه واقعنا تاريخ
واقعنا مفعم مليان ما ظهرت. لكن للأسف الآن هناك كثير من المسرحيات الدرامية كوميدية. الكوميديا هي نوع من الهروب من طرح الواقع المرير يعني، فالناس تتكومن. عندما تصبح أغلب المسرحيات بنكهة كوميدية بعيداً عن هي الفكرة الميلودراما بعيداً عن الدراما الجادة. هي الفكرة القائم إنه الكوميديا عشان تجيب فلوس تجيب مش عارف إيش. أيوة. بينما على المدى البعيد سيؤثر هذا على الدراما المسرحية داخل. لا الكم أقول لك ولا كيف الكوميديا كوميديا الموقف هي أكثر تأثير، أن لا يضحك علي الناس وإنما يضحكوا مني ويفكروا معي، هذه الكوميديا اللي نعرفها نحن. أما أن أنا بضحك من شان أضحك الناس وبعدين ينسينا منه ذا أشقال، لكن لما شفت عادل إمام أشقال في فيلم في مسلسلات كذا كذا واسمي مش عارف من مش عارف، فبالتالي توجدنا لغة بين الناس. فهي فكرة أن تضحك ثم تفكر لماذا ضحكت. صحيح، أن تضحك ثم تفكر لماذا ضحكت. الأستاذ هاشم السيد المخرج والممثل المسرحي، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ هاشم السيد الممثل والمخرج المسرحي ونقيب نقابة المهن التمثيلية ومدير إدارة الثقافة في المعلة، شكرا لكم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.